لما بتجيلك عروسة وبتكون محتارة، يعني فكرة ان هي في حاجتين العروسة لايقة عليها كذا حاجة، تمام اسمها مظبوط كويس مظبوط ولايقة يعني، ومحتارة بقى مش بين حاجتين، بين 3 4 حاجات، مظبوط. يعني ازاي بتخليها تقرر الحاجة اللي بنقيس بنقيس؟ الحل في ان احنا نستقر ان احنا نقيس، نقيس كذا دريس، اكتر حاجه هي هتحس نفسها فيها هي هتقول لا انا تمام هي دي، لان هي بتبقى كعروسه هي متوتره، فهي مش عارفه يعني عارفه اللي عايز يلبس كل الدريسز، يعني مش عايز يفوتها حته لقطه ان انا لابسه منفوش مع في نفس الوقت ان انا لابسه ميرميد هادي، في نفس الوقت لا انا لابسه حاجه اوفر سكيرت اكستنشن. فهو احنا بنلجا لحته ان انا اقيس، يعني انا بقيسها في الاتريه عندي كذا دريس، وبطلب منها كمان ان هي تنزل وتلف وتشوف وتقيس كذا حاجه علشان تكون شور متاكده لا انا تمام خلاص الدريس ده هو اوكي ده بالظبط. بيبقى معاها كذا حد بقى ولا هي بس اللي تاخد القرار؟ صدقيني يعني هو انا بحاول ان انا سيطر في الحته دي شويه، ايوه، بس لان ممكن عروس تبقى جايه واخده قرارها بس اللي حواليها لا بالظبط، حلو لا مش عارف بس ايه هي لا العروسه لازم تيجي مامتها وبنت خالتها وخالتها صح وصاحبتها والانتيم وكله. كلنا كلنا. بس برضو دلوقتي شويه مقتنعين بحته ان احنا لا مش لازم فستان الفرح كل يشوف، وانا لازم افاجئ، فبحاول اول ما يجوا عندي ان انا اقول لهم بصي احنا البروفا، احنا مش هنعمل فيتين كتير، هي مره واحده بس، انا مش محتاجه غيرك انتي وحد يكون انتي بتثقي في رايه، يعني حد هو هيبقى موجود معانا هو هيضيف لنا، يعني هو وجوده كويس لينا. فدايما يا بنثق في ماما يا اختي يا البيست فريند يا كده، فدايما بفضل ان احنا ما نجيبش حد اصلا متردد ومذبذب اساسا بالظبط. يعني صح. وفي يعني علشان احسسك ان انا عامله ان انت فارقه معايا شكلك، انا ممكن افضل الف حوالين الدريس 20 مره علشان نيجي نطلع حاجه، عشان شفتي انا خدت بالي في الدريس بتاعك ان انت، فده دايما بيأثر على البنت وترددها وكده. صح بحب بيوتر كمان دايما ان هي العروسه. في الفيتنج تبقى لوحدها هي والمؤثر معاها ماما اختي كده يعني. عظيم. ما دولنا بتختاري التصميم انتي والعروسه ازاي؟ يعني العروسه اللي بتجيلك اكيد في عرايس بيبقى فيه في بالها دايما تصميم معين هو حلم العمر، مظبوط، بس اكيد ما بيناسبش كل الاجسام يعني، فبتختاروا التصميم مع بعض ازاي؟ بنبتدي اشوف اولا هي بصي كل عروسه هتلاقيها عامله سيف كده لحوالي 150 ألف صورة طبعا على مدار العمر يعني. بالظبط. فببتدي أشوف هي اوريدي دماغها كانت رايحة لفين، ده طبعا بعد ما نكون خلاص شفنا الجسم، اتكلمنا في تفاصيله، اتكلمنا في ايه اللي يبان وايه اللي ما يبانش، وايه الحتة اللي احنا عايزين نبان جمالها والحتة اللي احنا عايزين نداريها. بعد كده بقى نبتدي ان احنا نرسم كل الديتيلز اللي هي عايزاها، نكتب الديتيلز، يعني احنا اوريدي بنبتدي نرسم الديزاين سوا. نبتدي بقى بعد كده قبل بقى حته الماتيريال والماتيريال اللي انت رايحه لها، مثلا رايحين لان احنا نلبس دريس اوف وايت ولا شامبين ولا سيلفر، ولا رايحه لانهي حته بالظبط، نبتدي بقى ان احنا نقيس زي ما قلت لك ان احنا نقيس الدريسز، نشوف انت عليكي ايه احلى، ونبتدي نفلتر بقى الدنيا، يعني نشوف بقى ايه اللي رايحين له اكتر يعني.